السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يونت 3، يونت 4، لسن 5، الوحدة الرابعة، الدرس الخامس، عند التمرين ال11. بيقول لي look and listen. هنسمع مع بعض كده. This is my bedroom. The walls are green. It's nice. This is my bedroom. The walls are blue. It's nice. This is my bedroom. My bed is pink. My chair is pink. My walls are pink. It's nice. زي ما سمعنا الحوار الجميل اللي احنا سمعناه، تعالوا نقرأ بقى مع بعض تاني. انا عندي هنا وول يعني حائط، وول يعني حائط، وول يعني ايه؟ يعني حائط. عندي بيد روم، غرفة النوم، بيد روم، بيد روم، غرفة الايه؟ النوم. انا عندي، طالما انا عندي غرفة نوم، غرفة النوم بيبقى جواها ايه؟ جواها سرير، وسرير يعني بيد. خدنا اول كلمة من كلمة بيدروم، بيد خدنا منها بيد عشان هي معناها سرير، غرفة النوم، يبقى بيدروم يعني غرفة النوم، وبيد يعني سرير. دي بالنسبة لمكونات الغرفة. انا عندي غرفة النوم فيها وول، حائط، وفيها ايه؟ بيد. الالوان الكالرز بتاعت النهارده، عندي جرين يعني اخضر، وعندي بلو يعني ازرق. لما دخل الولد الغرفه قال ايه؟ This is my bedroom. هذه تكون غرفتي. هذه تكون غرفتي. رجع تاني قال the walls، الحيطان. الحيطان مالها يا عمي؟ are green. are green يعني الحيطان تكون خضراء. هنا عمل ايه؟ جاب الحاجة اللي احنا عايزين نقول لنا وبدأنا بيها. صعبة يا ولاد؟ لا مش صعبة ولا حاجة. احنا عايزين نتكلم عن لون مين؟ عن الحيطان. خلاص ابدأ بيها اللي هي the walls. انا حافظها بالعربي معناها الحيطان، خلاص احفظها لي بالانجليزي معناها ايه؟ the walls. طب عايز اجيب جماعة، عايز اجيب لون. طيب انا لما اجي اقول لون حاجة يا استخدم بعض الحاجة اللي عايز اقول لونها. انا عايز اقول لون مين؟ اللي the walls اللي هي الحيطان. اجيب بعضها يا is يا are. يا اي ار. طب انا عندي وولز ديت جمع مش مفرد، يبقى انا هقول بعديها ار. لو الحاجة اللي عايز اقول اوصف لونها جمع هجيب بعديها ار، ولو حاجة اللي انا عايز اوصف لونها مفرد يبقى اجيب بعديها مين؟ از. طيب خلينا في اللي قدامنا دلوقتي. اذا وولز دي كلمة جمع وول، هجيب بعديها ار، وبعد كده اللون بتاعها لونها ايه يا عمي؟ لونها اخضر، واخضر درسناها دلوقتي يعني جرين. صعبة؟ يبقى انا عايز اجيب لون الحيطان اقول ذا وولز. طب الحيطان دي جمع اقول وراها ار، ولونها ايه؟ جرين. حاجة في منتهى السهولة. طب انا عندي ايه تاني؟ دخلت البنت قالت ايه حياة؟ This is my bedroom. هذه تكون غرفة نومي، غرفة نومي. طب قالت ايه بقى؟ قالت برضو the walls are blue، الحيطان
تكون إيه؟ زرقاء. جابت الحيطان عشان تقول لونها، جمع برضو، جبنا وراها آر ولونها إيه؟ أزرق. طبعا في كله قالوا له إيه؟ It's nice. It's nice. إنها لطيفة، إنها لطيفة أو جميلة. طيب في المربع دوت باخد كلمة إيه؟ باخد اللون البينك الوردي، بينك يعني وردي. الولد فاني قال، الأرنب فاني قال إيه؟ ها This is my bedroom، بيتكلم عن غرفة النوم بتاعته، قال هذه تكون غرفة نومي. طب في تاني؟ قال له my bed is pink. my bed، my bed يعني ايه؟ خدنا فوق ان bed يعني سرير. طب ايه حكاية my دي؟ ان معناها سرير، ري سرير، ري السرير بقى بتاع مين؟ بقى بتاعي انا، بقى سريري، يبقى ده سرير. جبت ماي عشان اقول ان هو بتاع مين؟ بتاعي. شيل يا عم ماي خالص من قدام، يبقى مش بقى لي الا ماي بيد يعني سرير. خلاص هو سرير بتاع مين بقى كده لما احط ماي؟ بقى بتاعي انا، زي كلمة سر كده. ها ماله سرير؟ عايز اجيب لونه، لونه وردي. طب قبل ما اجيب اللون، سريري ده مفرد، سرير واحد بس، يبقى يجي بعديها ايز، وبعد كده لونه بينك وردي. قال له بعد كده ماي، طب تشير، تشير يعني ايه؟ كرسي. طب ايه حكاية ماي دي؟ يعني بقى الكرسي بقى بتاعي انا، ماي تشير. ها ماله؟ از عشان اوصف لونه، از ايه؟ بينك، برضو الكرسي بتاعي وردي. بعد كده قال له ماي وولز، الحيطان بتاعتي، حيطاني ار بينك، برضو تكون وردية اللون. قالوا له في الاخر ايه؟ اتس نايس، إنها لطيفة. طيب التمرين اللي بعد كده بيقول لي look at the pictures and see the colors. انظر إلى الصور وقل الألوان. هنبص على الصور وهنقول الألوان. طيب أنا عندي دوت يا أولاد، قلنا ده إيه؟ سرير. سرير يعني بيد. رجعنا قلنا it's it's a pink bed، إنه ها سرير وردي اللون. طريقة تانية لوصف اللون، لوصف لون الشيء اللي قدامي، أقول إتس في الأول لو هو حاجة مفرد، أنا عندي سرير واحد، يبقى هبدأ الجملة بتاعتي بإتس، ووراها على طول إيه؟ وراها على طول مين؟ إيه؟ السرير هيكون لون وردي، أجيب اللون قبل السرير، أجيب اللون قبل مين؟ قبل اسم الحاجة. خلاص يا ولاد سهلة جدا. تاني انا هوصف لون السرير، السرير ده سرير واحد، يبقى ابدا الجمله بإتس، وراها مين؟ ايه. طيب السرير هيكون لونه وردي، اجيب اللون الاول وبعد كده اسم الحاجه اللي احنا بنقول لونها. حاجه في منتهى السهوله. رجع تاني وصف مين؟ غرفه النوم اللي هي بيدروم. بيدروم، يبقى هبدا الجمله بإتس وراها عايزين نقول لون غرفة النوم، يبقى نقول اللون الأول وراها غرفة النوم، بلو بيد روم. تاني ها دي بقى، ها it's a yellow ball. عمل ايه هنا؟ هو وصف لون الكرة، الكرة دي كرة واحدة، يبقى هبدأ الجملة بـ it's وراها a. جبنا اللون الأول يلو، وبعد كده اسم الكرة بول. حاجة في منتهى السهولة. بعد كده بيقول لي color then ask and answer. color then ask and answer، هلون وهجاوب. طبعا هلون ده باللون الأخضر،
والون ده يعني ايه؟ انا همسك، انا طبعا معايا اللي زي ما بنعمل كل مرة، هلون ده باللون الاخضر. همسك اللون الاخضر بتاعي، هو كاتب لي هنا جرين، يبقى اخد الفرشة بتاعتي والونه باللون الايه؟ الاخضر كده. طيب إيه، واديله اصفر اهو قدامي. امسك اللون الاصفر بتاعي خشبي او في الماستر والونه باللون الاصفر. ده بينك وردي، امسك اللون البينك والونه باللون الوردي. طبعا دي كمان الفرشاة تكون بنفس اللون، الفرشة برضو هنا هتكون باللون اللي اليلو الاصفر، هنا برضو الفرشاة هتكون باللون الاخضر الجرين. هنا بيقول لي جراي رمادي، هنلون اللون دوت المعقوق ده باللون الجراي رمادي. قال لي بيقول لي then ask and answer، وبعد كده اسأل وجاوب. ها يقول لي كده ايه؟ what color is it، ما لونها، ما لون الشيء ده. قال لي what color is your table، ما لون ترابيزتك طاولتك. what color is it، هقول له ايه؟ ها it's green. what color is it، it's yellow. what color is it، it's pink. what color is it، it's green. يبقى ايه الهدف من الدرس ده يا ولاد؟ نرجع للاهداف بتاعتي اللي كانت في اول اليونت مقدمه الوحده. هنا عندي الهدف حققته، describing colors، وصف الايه؟ الالوان. عندي حاجه عايز اوصف لونها، فهمناها اهو في منتهى السهوله، اوصف لونها ازاي. وخدنا الهدف اللي قبليه asking and answering questions، اسال واجاوب عن اسئله about locations، عن الاماكن. وقلنا بنستخدم where is، كنا بنسال عن حاجه where is حاجه. قال لي she is in the kitchen. what is she doing، she is in a، she is cooking. describing actions، بوصف الفعل اللي بيعمله اللي هي she is cooking، ده describing actions. expressing approval، التعبير عن الاستحسان، هنتكلم فيه بعدين. expressing gratitude، expressing approval، التعبير عن الاستحسان لما رد العيلة قال له it's nice، لما فاني قال this is my bedroom، هذه غرفتي. the walls are pink، my chair is pink، my bedroom is pink، ردوا قالوا له it's nice، انه لطيف. هو ده التعبير عن الاحسان، الاستحسان. responding politely to requests، الرد بالأدب على الطلبات. لما قال له do you want a chair، هل تريد كرسي؟ قال له yes I do، أو yes please، نعم من فضلك. أو can I have drink، هنا مش عندي، ده في موجود في الاستماع. can I have drink، ممكن أكون ياخد شراب مشروب. قال له yes of course here you are طيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.